تنام معاها ويصورها مقطع فيديو جنسي 3 دقايق. هو فهم الاحتياجات غلط. ودي اختي اختي اختي. اهلا بيكم، تعالوا نشوف القضيه دي اللي حصلت في محافظه الجيزه واللي اتكررت تفاصيلها وممكن اتكررت فصولها، ومهما نقول ومهما نعمل محدش بيتعظ ومحدش بيخاف حتى. يعني دلوقتي انا مسافر، خليني انا دلوقتي مسافر ومراتي في البيت، اقول لي مين خد بالك منها؟ يعني مين اقرب واحد ليا اقول له خد بالك من مراتي، احسن تحتاج حاجه، احسن تحتاج فلوس، احسن تحتاج تنزل تجيب حاجه، احسن تعي، احسن تحتاج ان هي حتى تشوف اهلها تروح توصلها، اقول لي مين؟ في اقرب من اخويا، في اقرب من سندي، في اكتر من واحد عرض وعرض واحد وشرف وشرف واحد. اخويا ده لما بقى بقول اخ، ما بقولش اب ولا ام، بقول اخ، يعني تعالى يا اخويا بصحتك اسندني. ما بقولش اب ولا ام لانهم بيكونوا كبر وانا محتاج اللي يقدر يشد ويسد. فمفيش اكتر من اخويا، اخويا اللي لسه بيكون في سني وفي عظمي يقدر يشن وينتعني، فبقول اخ 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 يجي لي يشني. لما يكون الاخ ده سندي وعضدي ما اقدرش اعتمد عليه، اقول له من فتره للتانيه شجر على مراتي، من فتره للتانيه اشوفها عايزه ايه، احسن الفلوس اللي معاها تخلص، احسن تحتاج تزور امها ولا حد يشوفها والنبي. ما كانش اخويا يعمل كده، مين اللي هيعمل؟ اجيب واحد غريب، اقول له واحد صاحبي، مصيبه. بيبقى اقرب واحد ليا مين؟ اخويا. اقول لاخويا شجر على مرتي، شوفها، اسال عنها. هو ده اللي، مش هو ده اللي طول عمرنا بنعمله؟ مش هو ده المنطق؟ وبالعقل يا ناس، ان اخويا ده عرضي هو عرضه، شرفي هو شرفه. يا جماعه ده هو سندي في حياه وانا سنده في الحياه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الاخ قاعد على قهوه في محطه السكه الحديد، ويجي واحد صاحبه بيقول له يا اخي والله عايز اقول لك على حاجه وانا مكسوف منك. قال له ايه؟ قال له انت عارف يعني غلط اللي انا هعمله ده، بس انا والله العظيم مش عارف اقول لك ايه. قال له اتخلص، عايز ايه؟ قال له طب ممكن تبص على الفيديو ده. بص على الفيديو، 3 دقايق كامله فيديو اخوه الكبير بيلب نداء الجسد مع مراته. يعني تخيل ابعت اخويا يطمن على مراتي، ينام معاها ويصورها مقطع فيديو جنسي 3 دقايق. ده جزء من ال، طب ماشي، ايه اللي وصل الفيديو ده من تليفون اخويا لاصحابي؟ طلع ان اخوه التليفون بتاعه عطل، راح يصلحه عند واحد، الواحد ده راح واخد كل اللي على الكارت ميموري وراح موزعه على اهل البلد كلها، المنطقه كلها، واصبح الفيديو ده متداول بين كل شباب المنطقة. تخيلوا بقى، فروح الراجل البيت، الدنيا بتلف بيه لما اخويا بيصور مراتي وهو نايم معاه. اخويا بينام مع مراتي انا؟ اخويا اللي بقول له اسأل عليها واطمن عليها ينام معاها؟ هو فهم كلامي غلط؟ هو انا لما قلت روح اسأل على مراتي او شقر عليها وانا غايب، هل معنى كده انه بقول له روح نام معاها، روح لب نداء الجسد معاها؟ هي خلاص كانت اشتكيت لك وقالت لك مش قادره اتحمل غياب جوزي، تعالى طف النار اللي بجسمي. احنا فهمناها ازاي؟ احد الدنيا بتلف بيه، يدخل على مراته مش عارف يقول لها ايه، مش مصدق، هو مش معايا بمراته في حاجه، هو مراته مع واحده غريبه عنه، صحيح اتجوزها لكن مفيش دم مشترك بينها وبينه. اخوه هو اللي يعاتب اخوه، يقول له انت عملت كده في مراتي ليه؟ ده عرضي هو عرضك وشرفي هو شرفك، ايه اللي خلاك عملت كده؟ انا مش هعاتب على مراتي، استغل ضعفها، استغل احتياجاتها، استغل ان هي في وقت من الاوقات جوزها غايب عنها، لكن اعتب على اخويا ازاي يستغل ضعف مراتي وينهش في شرفي وفي عرضي في غياب. قعد مع مراته، قعد يتكلم معاه، وفي الاخر قال لها انا مش هتكلم معاكي في حاجه ومش هموتك، انا عايز اعرف الفيديو ده بتاعك ولا مش بتاعك. بصت في الفيديو وحطت وشها في الارض ما قدرتش تتكلم. يا بنت الحلال هي اللي حصل جات له كان بيجي يسال عليا وانت غايم فتره واثنين وثلاثه، بس انا والله العظيم ما قدرت عليه وهو اللي نام معايا وصورني وما قدرتش اخد منه الموبايل. طيب ماشي، اتصل باخوه قال له انا عايزك. قال له خير، عايز ايه؟ قال له انا عايزك ضروري. قال له حاضر. قال له حاضر. اخوات
والمصيبه دي اخوه الكبير 37 سنه الاخ، والزوج اللي احنا بنتكلم عنده 35 سنه. فراح له هو طبعا قال لمراته امشي روح عند بيت اهلك لغايه ما اقول لك، وانا هقابل اخويا واعتب عليه انا وهو مع بعضين. فعلا دخل اخوه، خير يا محمد؟ ايه خير، انت عايزني في ايه؟ قال له انت لما كنت انا مسافر وكنت بقول لك خلي بالك من مراتي انت عملت كده. قال له والله العظيم وبزياده، وسالها هي فين؟ هي فين؟ ندم على مراتك؟ والله العظيم ما خليتها، قصرت في حاجه، اكل، شرب، كل حاجه كنت بعملها وزياده، انت بتكتب عليا انا قصرت معاها؟ هي قالت لك ان انا قصرت معاها؟ والله العظيم كنت بحرم نفسي في البيت واجي اشوف طلباتها هنا. هو صح فعلا، هو الراجل ما غلطش، هو فعلا كان بيسيب مراته واحتياجات مراته ويروح ينام مع مرات اخوه اللي هي مراتك انت. الراجل بيحلف بثقه، والله العظيم كنت بحرمها من بيتي واجي لمراتك. هو فهم الاحتياجات غلط. هو فهم ان لما اخوه وصاه يشوف مراته ويروح ينام معاها. فاخوه قال له يعني انت ما قصرتش في حاجه؟ قال له خالص، وهات لي مراتك، لو قالت لي ان انا قالت لي او قالت لك ان انا قصرت يبقى بحد، عيب، ده انت اخويا الصغير، عيب، ودي اختي، 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 حد من اقصر معاها في حاجه؟ قال له اختك؟ طب شوف، طب قول لي ايه رايك في الفيديو ده؟ ثلاث دقائق، ايه الموضوع؟ ادي وانت بتخلعها، ادي وانت بتشيلها وتحطها على السرير، ادي وانت نايم معاها، ادي وانت بتلبي نداء الجسد، ثلاث دقائق، ممكن ترد عليا؟ تخيلوا. قال له يا اخويا بحجك عليا وانا غلطت ودي لحظه شيطان. قال طب وريني الموبايل بتاعك. راح شد من اخوه الموبايل بتاعه وراح فتح الموبايل، لا اكتر من 35 مقطع جنسي بين اخوه وزوجته. قال له انا من ساعه ما سافرت وانت كل يوم بتروح عند مراتي وتصورها وتنام معاها، سبت مراتك، انت فهمت لما كنت بوصيك على مراتي ما كنتش بقول لك روح نام معاها؟ ده انا قلت لك احسن تكون محتاجه حاجه، احسن الفلوس تخلص منها، احسن تكون عايزه تروح عند ابوها ولا امها وصلها، ما قلت لكش ادخل في بيتي وانهش في عرضي. قال له سامحني يا اخويا الشيطان غلبني. قال له ربنا هو اللي بيسامح لكن انا مش هسامح. وكان مجهز في ايده ماسوره فضل في دماغه لغايه ما هشمها تمام. بعد كده عنده بير سلم في البيت بتاعهم، حفر تحت بير السلم ودفن اخوه، حفر له حط ودفن، ورب بعت لمراته قال لها تعالى لي. في الوقت ده الراجل اللي مات ليه بنت عندها 17 سنه اتصلت بالشرطه قالت لهم ابويا غاب من البيت وقال ان هو راح يقابل عمي، ومن ساعه ما راح يقابل عمي تليفونه اتقفل وما بيردش عليا، وانا خايفه احسن يكون حصل له حاجه. بالفعل الشرطه استدعت الفتاه واتكلموا معاها، اخر واحد راحوا لعمه اللي عم البنت اللي هو القاتل اللي هو اخوه مات، قال له فين انت اخوك كان عندك؟ قال له ما ده كان عندي وشدنا مع بعض وخرجوا ما اعرفش راح فين، ايه سبب الشده؟ قال له خلافات عاديه، كنت عايز فلوس وبتاع وهو ما كانش معاه فزعل ومشي. ظابط المباحث وهو خارج لاحظ ان في اداه حفر او مش ادوات حفر، في حفر كبير السلم، ودي حاجه غريبه جدا، البلاط متخلع ولسه لطغى، لسه هو بقى هيجيب واحد مبلط ويبلط. الظابط شك في الوضع، قال له انت بتعمل ايه؟ قال له ما عملش حاجه، المهم بينهش في الارض لقى دين ادميه طالعه، قال للعساكر طلعه وطلعوا لقوا جثه شقيقه اللي البنت اتعرفت على ابوها، جت بسرعه تم القبض عليه. ايه الموضوع؟ قال لهم شرفي عرضي، انا برفع على مراتي قضيه الزنا دلوقتي، والدليل اهو موبايلي وموبايل اخويا اللي انا قتلته. هو بنفسه مسجل وهو نايم مع مراتي، دي مش قضيه زنا على مراتي؟ بالفعل استجابت النيابه وعمل قضيه زنا لمراته وتم القبض عليها. الشيء الغريب ان هما الاثنين وكيل النيابه حطهم في كلبش واحد، الزوج ومراته، عشان يبقوا هما الاثنين. وفي طول السكه حتى اثناء ما بكلم الناس انا في اللي كانوا شايفين الوضع، قال لك ما قدرتش ترفع عينها طول السكه، طول السكه هي هو قاعد يبص لها وهي حاطه راسها في الارض، طول السكه هو بيبص لها وهي حاطه راسها في الارض، ولما كانوا بيسالوها انت عملت كده ليه؟ قالت له ضعفت، جوزي سابني وانا لسه صغيره واخوك بيراودني عن نفسي، لقيت نفسي تعبت وضعفت، سلمت لنفسي برضاي صحيح، لكن انا هو السبب، جوزي هو اللي خلاني مطمع لكل الناس بما فيهم اخوهم لما سابني ومشي، وانا ضعيفه وست وليا رغباتي وليا احتياجاتي وكنت عايز البي نداء الجسد، ولقيت اقرب واحد لجوزي طبعا فيا، راودني مره واتنين، قاومت مره واتنين، وفي الاخر استسلمت لان انا ضعفت،
ضعفت زي اي انسان بيضعف، ما كنتش اعرف انه بيصورني ولا حاطط كاميرا غير لما شفت المقاطع الجنسيه، كنت هعمل ايه؟ انا انسانه. الزوج طبعا قال لك انا كنت بدافع عن شرفي وعرضي، ادي الموبايلات بتاع اخويا مسجل عليه وهو نايم مع مراتي، وادي الموبايل بتاع اصحابي بعتوا لي الافلام دي على الواتس عندي، كنت هعمل ايه مع اخويا؟ وكنت هعمل ايه مع مراتي؟ كنت ممكن اموت مراتي وهي ما تستاهلش، انا اموت اخويا اللي هو ما حافظش على عرضه وشرفي، لكن دي كلبه تسجنوها تموتوها ما تلزمنيش لانها مش مني ولا انا منها. شفتوا يا جماعه بقى؟ يبقى الواحد يثق في مين؟ يبقى الواحد يحط عينيه في وسط راسه حتى من اقرب الناس ليه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.